محلى جدك، محلى جدك، محلى جدك. في محلى جدك اليوم باش نعطيكم الوان الموضه لربيع 2017. اول حاجه اللون اللي يدارج اكثر حاجه هو البلو سيل، ازرق السماوي، اللي هو يعتبر لون هادي ورقيق ويخرج وتنجم تنسقه على برشا الوان كيما البيج والا الروز بيبي والا النوار. اللون الثاني اللي هو الاحمر، الاحمر زاد تنجم تلبسه على البلون وتنجم تلبسه على النوار. ونفس الشيء انه الكروات والخطوط الليفيست اللي بالخطوط باش يقعدوا هما بيدهم، لبسناهم عام نيول في 2016 ونفس الشيء باش يقعدوا في 2017. وشنو اخر عندنا؟ البيج، البيج والسومون والبلون. والبلون ديما نستعملوه كي يبدا النهار يبدا سخون بالباهي، خاطر كي نستعملوه اللون والطقس يبدا بارد شويه ما يكون ياسر صعيب. صب الثلج؟ لا، كي يبدا بارد. اي قد النهار بارد اللون الابيض مش تاع طقس بارد يكمل يبرد. اي فوالا، هو لكحل مثلا فاهموا هالي ما هو لكحل مثلا يشبد السخانه ولا دونك. أيوة. هذاك في النهار البارد تلبس حاجه تشبد الشمس. هذاك علاش الابيض ما يجيش في البرد. واضح، هكا قالوا. قالوا تفضل. وعندنا اخر حاجه هو الروز بيبي، كيما قلت لكم تنجموا تستعملوه مع السومون. وكيفاش الروز بيبي تقريبا كي بالراس كيفاش كولو اسمها الروز بيبي؟ يسبه الروز فاتح كيما لابست انت هذيك. لا هذيك اي بريسك مش هيك، هذيك السومون، هذيك السومون ابرد شوي. وشو عندنا اخر؟ وعندنا التركواز. هذاك روز انديان، روز انديان، هذاك روز انديان. ابرد من هذاك، يبدا الروز بارد بارد. نعرف احمر اخضر اسود ازرق وبيبي انديان درجه. واخر حاجه كما قلت لكم هو التركواز. تعرفش التركواز انت؟ لا، من تركيا معناها القزوردي. تركيا. التركواز كيف كيف تنجم تستعمله مع الاحمر ومع الابيض ومع لكحل. هذوما اللي عندنا في موضة 2017 تربيع.